كيف يعرف المذنب أن الله يمهله ويستدرجه أم أنه سبحانه يستره؟ إذا كنت تعمل المعصية بنشوة وبلذة وقد أمنت من مكر الله فتنتهي من المعصية ولا زلت تفكر في أختها وتشوف المقاطع المحرمة أو الخلوة المحرمة وتخطط للموعد القادم، فأنت قد استدرجت وأنت تسير إلى غضب الله وقبضته التي إذا قبضها الظالم لا يفلت. أما إذا كنت تعصي الله وفور الفراغ أو أثناء الفعل تنكسر وتخاف وتستغفر وتقول يا ربي كما سترتني اغفر لي، وتكون كأن الله يراك وتخرج من الذنب منكسرا باكيا ولو ضعفت بعد ساعة، فاعلم أنك لربما تعافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين.